هو ما هو قابل التوجيه مني، هو هم يقعد كيف تركي دي ظروف اهلي، هم ظروفنا متباعده، هم يقعد كيف احمد واصحابه ذيك الجماعه كامله. بيس انا كما تجبر وادي انا قاس الشباب ما حاصل لمين؟ خلي عنك السهر وتركه وحد بقرايتك. انا ماني ليلى ولا الخليل، انا شيباني حمد المولد، ونعرف اللي وحدي هذا خلينا نعدله. نعم سيد المفوض. تسأل واحد في شنو؟ أنا عندي ملف مختير نوفي عن نسب قصب حصب. ما تحين تقس مكتبة؟ أنا ماني ليلى ولاني الخليل، أنا شيباني حمد المولى، ونعرف ذي اللي واحد ذي هدي خلينا نعدله. الواحد ذي ما هو مهم، هذا الراس ما بيطلسك بك لا صار كل ليلة. بطمت أنت تعرفي حجم مسؤولياتي وحجم الوقت اللي عندي، تعرفي إني ماني صايب عن دقيقة منه. منين قلت إني عندي ملف لين وفي عني ولا نقدر نطلع ما عدلته، هدي خلينا نعدله. قرانا لاهي نرقد وهؤلاء ضاري بعد كل قاجين انا قط فيهم. نسمعك شكون كثير لا تخلصين. اوكي دون نطفين. هذا الالم يبان عدم جين هم اللي شين حس بيه. ما نعرف كيف نقول الخليل، والله ما لي خايف ان اخلعه. والله الملف رايح عندي، وفيت قضيته، مازال لا توقعه. لا لا ما في مشكله، كان من المستحسن على انكم انتم تعودوا عدلت ذاك اللي عليكم. لا لا انا واثق فيكم، لكن هي طبيعه العمل. اوكي هو كذلك ان شاء الله، لأن نوقع الاوراق نخليهم لك هون عند السكرتيره، لاني ماني متواجد دائما في المكتب. تعود بالاتصال وتقبل ان شاء الله. بعد كده اوكي. الله تعرفوا ايش اللي فكر فيه شباب؟ ليش ما نسوي زياره لكل الولايات؟ جاي معنا صالح. صالح اخوي جاي معك انت من اللي قاعد يعيش شجاع وكامل انا ماشي معك. طبيعي يا صاحبي لا تتكلم عن هذه الامور، هذه الامور طبيعيه. عدنان انت جاي معنا. استحفي الوحيد اللي تمر فيه لانه حلال ابي. خلي عنك السياحه لانه ما يعرف اتصل معه. يا اخي هذا ماله؟ ماله زعلان؟ ايش فيك يا اخي متغير لك اكثر من شهر؟ وين تبغى يعني تبغى بشركاتك؟ شاكلك قد تشترينا احنا بغلطه. وصلت لي لين قلت بغلطك بشركاتك داير فيهم والله. اسمع اضرك بشر. لمين؟ صاحبي ما لقيت الشمعة على دمي شغل البحر قيلوا فيه. أنا ما يفديت عليهم ما أقدر أمشي معاك. غش حاك مكان لا تروح خايف لا تقرقوا. فين اختزال؟ أنت ترى عنيان. أخبرهم هناك من قراتي فتوه لك كاملة. طلع باب نبغي نعرف سبب اللي كذاك كانت الشمعة. أنت ما راح تغير. أنت هضل طول عمرك غبي. ويا غبي شنو؟ أنت شاكلك ترد معنا؟ تكلم؟ ايه خليني اعلق خليني اعلق ما راح اتزل مستواك. انت طول عمرك اناني وشكاك في الناس. انت وينك عارف؟ عدنان ذاك هو ليه يبغى؟ شوف شلون يقعد دم يمشي معنا نعرف كان اللي تقول حق. ما تعرف المشكله انا يا زمن نات اللي في عني نقرا عني مجتهد شيء كيفته بهدي عندي شيء ترى عندنا يعدلوني المشي شد بحر ليه تم كل نهار قيسين بحر انا قاعد امشي معك. السلام عليكم.
ابراهيم لك فاطلع ولا والله يطلع بعد رايي فوق. يا احمد عامل الاخبار؟ لا قبل ضرب ما قعدت حد من الامتحان ولا ان شاء الله ينجح ويتخرج ويرجع لنا. تخرج مازال؟ عدد السنه الثانية؟ مارك عدد الفصل الثاني؟ مازال بسنه مازال بسنه على الاقل. هاتي فان شكل عدد الجرد بدا في الماستر وانت ايش تعطي؟ انا بني تعمل تراجع من البطلون البوتاتش اللي عندنا في الوتات والتفكير فيهم طرف فكر الان بك بني تنباها الوتا اللي طلعت عليها اذا تبقى اشريها لك تطفش قد؟ هاي بعد كريم انا بح وتشي واعي وتك واعي شنو؟ فيوت فيوت ما قلت لك انت قايل لك فيوت ايه؟ والله فين انا قايل عاد خالي ولا يهمك لا ارجع حتى وتوب ما ترجع حتى بابك ما شريت لك الوتا للدواء الو كلاس تمنين ليش واحد المهم مين تجي اصلا اين انت مقعد هون حاليا ما هي قاعه منطقيه شوف لا تفتر راسك انا ما اين انت مقعد هون حاليا لا تجي ما تتقام دورك تجي ايش شايف المشروع؟ يا اخي والله حساج يا اخي انت دائما لانه تعدلني انا يا اخي انا مزلمك يا اخي ما شفت كامل تقول لي يا اخي خلاص طيب ولا يهمك جزاك الله خيرا والله ما قصرت يا صاحبي يلا اقول لي مشكله مهمه عمر خير توعدنا شنو بينكم عدنان عدنان يا صاحبي قصته طويله هو كذا من زمان لا طيب المشكله صايه اني اعرف عدنان من 5 سنوات يا صاحبي لكن فيه حقد وحسد لكن طبعه هو طيب ان شاء الله حيتغير مع الايام ان شاء الله الله يهدي انا كل شيء خاسر انا كصاحبي انا صاحبي انا صاحبي عدل ما شيء صاحبي حبيبي حبيبي يا صالح اسمح لي اخوي هذيك تشربط ايه زايده 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 ما تصير انا زايده انا ما غلط ايه تلو اعطوني ها ترى وقت تمشي ها ما له بزات قايله قايله شنو هذا ايه هي عرض اللي اشوف استنت اللي ينقل انت مالك محسوب عليك الترك اللي هيك هذه هذيك صبته انت محسوب علينا احنا مالك محسوب علينا ما دخل اسمع اللي ينقل اللي ينقل في تعدلوا والله مالك معدل انا من قدام ما تجي تقول ما تجي تدخل انا ما نشتغل قال قال مالي قلت لك انا اشتغل معي في البوتيك ولا تدورني انا انت من احلاق لاصحابي انت ما تعرف اصحابي ملمومه دورني تمي يقعد الواحد منهم من احلاق الانوار والخط والنوع من ذيك الصح البوتيك المتكبر البوتيك المتكبر عنه ايه البوتيك المتكبر عنه ولا مدح لك هو هم يعني ما تترقع ما يجيب شيء جديد تلقيت انا ما اعرف هذه تلقى يا سخا اجا برضه هو وقته انا عزلت له على عزلت على يدي تغنرقي ابديتي ايه 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 وش النغه حن علي انت مالك ريلاكسي خو اخو عني يا اخي عندي صاحب والله لا يخلى منه من الفضل يا اخي طيح منه شو من الفضل صاحب من هو صاحب جامل اللي مرات فضلت وفضل وشركات وشركات يا اخي ايوه طيحوكم نعدل مثلا روايه كيف السباق وتشوف طرحة الفضة عدي صامي اقعد في الفضة صامي ما عندي عندي انا نعد ما عندك عندي انا سيدا صامي ما لا تعطيها ما لا تطرح سبه قالها لك يا اخي ما تورط انا يا اخي نكون في نصيبك نعرف انك نساك وتعام مو لا يقل بقى ايه واذا قلبني ناد ما عرفت لك يا اخي ناد فاهم يا عرب تحرك من البوبي ايه ايه لا توطح راسك والله هذا حق حق حقيقة نقول لك يا بس يا اخي حتى قاعد على قلبنا قاعد الفضل ولا يكبر منك طيب يا صامي المونك وبرد الزمن خلنا مو سير سير دخلنا بعد كلاس اوكي يا والله يا عبد الجليل عبد الجليل انت ما اخذت عبد الرحمن تخلصه ها
عبد الرحمن حجلونها؟ لك شنو مانا؟ عبد الرحمن قاوم عند التجارة؟ ايه ما الله يا جماعة خطري كان يقدر ترجع شو الخليل ان شاء الله عندنا خالي كل وقت ولد تقول لي لا تكذب علي